اكيد الرقم الموحد هالنمونه هذا غادر حين موجود في المطار بعد ما طارت طيارته. متى جايين لك المسج؟ قلت هالوقت. قال هذا موجود في المطار. اتصلت البيت، كلمت البشاشير، قالوا نحن تونا مكلمين، قال في السيلمه. اتصلت به انا ما يرد علي. بعيد الشر شو مستوي مني منك؟ كملت كلمت العمال، تكسروا الكبت مالي، كسروا الكبت. قالوا ثيابه موجودات لكن جوازه محد، جوازه محد. قلت عيال ابوي الرجال شرد، لكن الحين البهانس في السياره. يوم طالعنا البهانس ولا هم محد. كلمنا مطار دبي العمليات، قال ابوي نحن ما نرمم في ايدك يا غير، لازم اول شيء تعمم عليه في ابو ظبي، ومن يوصلنا نحن التعميم يدخل في السيستم فارق طيب، بنبذل قصارى جهدنا انه ما يصير خاطرك الا طيب، نحن ما وجدنا الا لخدمتكم انتم وخدمه كل من سكن هالدار. وودر النادي وسير اربع اطير سيده المركز، والله وادخل عند زايد المنصوري نقيب ولد شباب، رمست وياه وتحفاني وسولفنا ورمست. قلت له هلكيت 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 السالفه، قال ما يصير خاطرك الا طيب يا خالي ابدا. وسوى التعميم، طرش انا رقم التعميم ابوي حق العمليات في مطار دبي. وفي نفس اللحظه ابوي دخلوا وزخوه من ايديه وسووا وياه التحقيق ورحلوه. حين ابوي بايت البارحه في مركز ابو ظبي، مركز مصفح. شوفوا كيف نحن عندنا الامن، شوفوا سرعه الانجاز، شوفوا طريقه التعامل والربط الالكتروني بين ابو ظبي وبين جميع الامارات وبين جميع الدوائر، هذا كل شيء وايد زين.